مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. دكتور باسم جراح تجميل. هلأ رح أحكي بهالفيديو عن اللحوم الحمراء ولحم الدواجن بالنسبة للفئة A كميتها وقديش هي بتناسبهم أو لا. بالنسبة للحوم الحمراء قليلة الدهون عادة، عم نحكي عن أسبوعيا الحصة من 120 ل 180 جرام بالنسبة للرجال ومن 60 إلى 150 جرام بالنسبة للنساء والأولاد. إذا كنت من العرق، إذا كنت أو أجدادك كانوا من العرق الأسود، فهي ما بيصير من صفر لمرة واحدة هاللحوم الحمراء. إذا كنت أنت بالنسبة أو تحمل الزمرة A بالنسبة للأبيض ولا مرة، وبالنسبة للعرق الأسود من صفر لواحد مرة. إذا لاحظنا اللحوم الحمراء ما بتناسب الزمرة A. بالنسبة للحم الدواجن نفس الحصة، هي 120 ل 180 جرام للرجال، 60 ل 150 جرام للنساء والأولاد، كمان من صفر لثلاث مرات بالنسبة للعرق الأسود، من صفر لثلاث مرات بالنسبة للعرق الأبيض، وواحد لأربع مرات للعرق الأصفر. هلا يفترض باصحاب الفئه A ان يلغوا من نظامهم الغذائي كل انواع اللحوم للحصول على افضل نتائج ممكنه من هذا النظام، ولكن لنكن واقعيين، ومعظم الناس يعتمدون في تغذيتهم على البروتينات الحيوانيه المصدر، وما زالت موضه الوجبات السريعه تلقى رواجا متزايدا في المطاعم التي تقدم الان اكثر من اي وقت مضى اطباقا غنيه بالدهون والوحدات الحراريه. ولكن مهما كان التيار السائد قويا، فأنا أطلب منكم أن تقرأوا إرشادات النظام الغذائي الخاص بالفئة A بانفتاح فكري. تابعوا الفيديوهات لو سمحتوا، إنها وسيلة لكي تبدأوا بخفض العوامل الغذائية المسببة لأمراض القلب والسرطان التي يملك أصحاب الفئة A استعداد للإصابة بها. بناء على ذلك، الانتقال إلى نظام غذائي نباتي بالكامل ستتطلب بعض الوقت. هذا ما بيعني هلا نحكي نظام غذائي نباتي، رح نحكي عن الموضوع بشكل ثاني. ابدأوا باستبدال اللحوم بالاسماك مرات عدة في الاسبوع، وعندما تريدون تناول اللحم اختاروا القطع الاقل دهنا، علما ان لحم الدواجن افضل من اللحم الحمراء، واعتمدوا للشيء على الشيء لطهو اللحوم. يعني شو العدد بالمجمل؟ قبل الصيحة طلعت قبل اكثر من 20 سنة انه اللحوم البيضاء اكثر مفيدة اكثر من اللحوم الحمراء. هون بهالفيديوهات انا بحاول اوضح لكم اي زمرة بناسبها، يعني اي زمرة بناسبها تناول لحوم حمراء، اي زمرة بناسبها تناول لحم الدجاج. نظام الغذائي البيور صرف نباتي هو مش كتير، رح نحكي ممكن لاحقا عن قصة العابدة الازياء او انه بلوجر على اساس اعتمدت حمية نباتية، وبعدين احداهن شافتها، يمكن كانت بسفرة وشافتها لقطت لها صورة وهي عم تاكل وجبة غذائية حيوانية، وعلى أساسها حاولت هيدي البلوجر أنه تعتذر للناس. أول مرة حاولت اعتذرت وقالت أنه النظام الغذائي النباتي الصرف عمل لها مشاكل، وطلب منها الدكتور طبيبها أنه تعتمد تحول الحمية الحيوانية. فهذا زاد سخط المتابعين لها الفولوورز، أنه أنت طيب إذا أنت حسيتي بهالشي خبرينا، ما تعملي هالشي لحالك. والمهم خسرت كثير المتابعين. الفكرة وين؟ للغذاء الغذائي النباتي الصرف هو مناسب، للحوم الحمراء بتناسب الكل، للحوم البيضاء بتناسب الكل. هذه الفكرة من الموضوع. طبعا تجنبوا كليا اللحوم المصنعة كالجامبو، النقانق، اللحوم الباردة، المرتديلا والسلامي. هذه المنتجات تحتوي على مادة النتريت التي تساهم في ظهور سرطان المعدة لدى الأشخاص الذين تنخفض لديهم نسبة الحوامض في المعدة، وهذه إحدى خاصيات فئة الدم A. اللحوم غير الضارة عادة بالمجمل تقسم إلى لحوم مثلا لحوم مفيدة جدا، لحوم غير ضارة وتجنبوا. هلا لحوم غير مفيدة جدا ما في، لحوم مفيدة ما في، لحوم غير الضارة هي لحم الدجاج، لحم الدجاج الرومي، لحم ديك الحبش. تجنبوا البيكون، اللحم المقدد الجامبو، لحم الأرنب، لحم البقر، القلب، لحم طير السماني، لحم الخنزير، لحم البقر المفروم، لحم الحمل، لحم العجل، لحم الجاموس، لحم الغنم، لحم الغزال، لحم البط، لحم الحشل، لحم الطرائد، لحم الأوز، لحم التدرس. هذا كان الفيديو الخاص بالبروتينات أو اللحوم. ننتقل لفيديو تاني هو راح يكون بالفيديو اللي بعده، تابعوه عن الأسماك.
إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس.